أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في خدمة دروس مع درس جديد لطلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط بعنوان التسارع، وتحديدا سوف نتحدث عن التسارع والحركة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين الردادي. من خلال عنوان هذا الدرس، ما الذي تتوقعون أن نتعلمه بمشيئة الله تعالى؟ سنتعلم اليوم بمشيئة الله توضيح المقصود بالتسارع، ذكر أمثلة على التسارع، توقع كيفية تأثير التسارع في الحركة، صف التغير في حركة الصاروخ. يتحرك الصاروخ ببطء في الثواني الأولى من انطلاقه، ومع مرور الثواني تزداد سرعته. إذن هذا ما نلاحظه على حركة الصاروخ. هذه الدراجة هي في حالة تسارع. فماذا نعني بالتسارع؟ التسارع هو التغير في سرعة الجسم المتجهة مقسوما على الزمن الذي حدث فيه هذا التغير. إذن هذا هو المقصود بالتسارع. هذه الدراجة هي في حالة تسارع، هناك تغير في السرعة، هناك تزايد في السرعة. التسارع بيقيس المعدل الزمني للتغير في السرعة المتجهة للجسم. بعد أن تعرفنا على ما هو التسارع، ما الفرق من حيث السرعة في الحالات الثلاث؟ شخص يتحرك في الشكل الأول، في الشكل الثاني، وفي الشكل الثالث، فما الفرق ما بين هذه الحالات الثلاث؟ في هذه الحالة بنلاحظ أن مقدار سرعة هذا الشخص في تناقص. إذن تناقص السرعة، ونلاحظ هذا التناقص من خلال المسافة المقطوعة. نلاحظ أن المسافة المقطوعة بدأت تقل، مما يدل على أن السرعة بدأت تتناقص. في هذه الحالة الجسم في حالة تسارع، بما أن السرعة تناقصت، إذن هذا الجسم المتحرك هو في حالة تسارع بسبب تناقص السرعة. في الحالة التالية نلاحظ أن سرعة هذا الشخص في تزايد، مقدار السرعة يتزايد، وبالتالي هو في حالة تسارع. إذن عند تناقص السرعة أو تزايد السرعة يكون الجسم في حالة تسارع. الحالة الثالثة نلاحظ أن الجسم سرعته ثابتة، مقدار السرعة ثابت، وبالتالي فإن تسارع الجسم بيساوي صفر. لماذا التسارع يساوي صفر في هذه الحالة؟ لأن التسارع يقيس المعدل الزمني للتغير في السرعة المتجهة، وهنا لم يحصل تغير في السرعة، وبالتالي يكون مقدار التسارع بيساوي صفر. سؤال تقويم: ماذا يحدث عندما تتغير سرعة الجسم؟ يتسارع، تقل كتلته، يتغير اتجاه حركته. إذن الإجابة الصحيحة
عندما تتغير سرعة جسم فإنه يتسارع. سؤال تقويم: أي الأجسام التالية لا يتسارع؟ طائرة في حالة إقلاع، طائرة تطير بسرعة ثابتة، دراجة تخفض سرعتها للوقوف. إذن الإجابة الصحيحة: طائرة تطير بسرعة ثابتة، هي ليست في حالة تسارع. ما السبب؟ لأنها تتحرك بسرعة ثابتة، لم يحصل تغير في السرعة. إذن بعد أن تعرفنا على أن تزايد السرعة أو تناقص السرعة يؤدي إلى تسارع الجسم، أما إذا كانت السرعة ثابتة فإن الجسم لا يتسارع. الآن نريد أن نتعرف على اتجاه التسارع. نبدأ بالصورة الأولى، نلاحظ هذه السيارة تستعد للوقوف للإشارة الضوئية. هل السيارة في حالة تسارع؟ نعم، السيارة في حالة تسارع لأن سرعتها تتناقص. في هذه الحالة عندما تتناقص السرعة يكون التسارع عكس اتجاه الحركة، فالسيارة تتحرك في هذا الاتجاه ويكون اتجاه التسارع معاكسا لاتجاه حركة الجسم. إذن اتجاه التسارع يكون عكس اتجاه حركة الجسم في أي حالة؟ عندما تتناقص سرعة الجسم المتحرك. في الصورة الثانية نلاحظ السيارة بدأت بالانطلاق عند الإشارة الضوئية المضاءة باللون الأخضر. هل السيارة في حالة تسارع؟ وما السبب؟ الإجابة نعم، السيارة في حالة تسارع، والسبب تزايد سرعة هذه السيارة عند انطلاقها. كيف يكون اتجاه التسارع في هذه الحالة؟ يكون اتجاه التسارع في نفس اتجاه الحركة. إذن عندما تتزايد سرعة الجسم يكون اتجاه التسارع في نفس اتجاه الحركة. بعد أن تعرفنا على اتجاه التسارع، ما المقصود بتسريع الأجسام؟ تسريع الأجسام أي زيادة سرعة الجسم، تزايد سرعة الجسم. في الشكل الذي أمامنا، هل تتسارع هذه السيارة وفي أي اتجاه؟ تتسارع السيارة نحو اليسار. ما السبب؟ لأن مقدار سرعتها يتزايد. نلاحظ أن مقدار السرعة في حالة تزايد. نلاحظ تزايد في المسافة المقطوعة في الثانية الأولى، في الثانية الثانية، في الثانية الثالثة، هناك تزايد في المسافة المقطوعة. إذن هذه السيارة تتسارع نحو اليسار لأن مقدار سرعتها يتزايد. هذه اتجاه الحركة للسيارة. كيف يكون اتجاه التسارع بالنسبة لهذه السيارة؟ اتجاه التسارع في نفس اتجاه الحركة. ما السبب؟ لأن مقدار سرعة السيارة في تزايد. إذن عندما تتزايد سرعة الجسم يكون اتجاه التسارع في نفس اتجاه الحركة كما ذكرنا. ما المقصود بتباطؤ الأجسام؟ تباطؤ الأجسام نعني بها أن سرعة الجسم في تناقص. هل تتسارع هذه السيارة وفي أي اتجاه؟
تتسارع السيارة نحو اليمين لأن مقدار سرعتها يتناقص. نلاحظ سرعة السيارة تتناقص، فنلاحظ المسافة المقطوعة في الثانية الأولى. في الثانية الثانية نلاحظ المسافة المقطوعة أقل، في الثانية الثالثة نلاحظ أن المسافة المقطوعة أقل. إذن السرعة في حالة تناقص. ما هو اتجاه تسارع هذه السيارة؟ هذا اتجاه الحركة لهذه السيارة، فكيف يكون اتجاه التسارع؟ إذن هذا هو اتجاه التسارع في اتجاه معاكس للحركة، والسبب في ذلك هو تناقص السرعة. التسارع هو التغير في سرعة الجسم المتجهة مقسوما على الزمن الذي حدث فيه هذا التغير. السهم الأبيض يمثل السرعة المتجهة للكرة، بينما السهم الأصفر يمثل اتجاه التسارع. إذن الكرة هي في حالة تسارع. نلاحظ أن سرعة الكرة في تزايد، لذلك هي في حالة تسارع. السهم الأبيض يمثل السرعة المتجهة للكرة، بينما السهم الأصفر يمثل اتجاه التسارع، ونلاحظ أنه عكس اتجاه حركة الكرة. السبب في ذلك أن السرعة في حالة تناقص. سؤال تقويم: ما العبارة الصحيحة عندما تكون السرعة المتجهة والتسارع في الاتجاه نفسه؟ تبقى سرعة الجسم ثابتة، يتغير اتجاه حركة الجسم، يزداد مقدار سرعة الجسم. الإجابة الصحيحة: يزداد مقدار سرعة الجسم. ذكرنا أن الجسم يتسارع عندما تتناقص سرعته، وأيضا يتسارع الجسم عندما تتزايد سرعته. فهل هناك علاقة بين تغير الاتجاه والتسارع؟ هل يتسارع الجسم عند تغير اتجاه حركته؟ فنلاحظ تغير اتجاه حركة هذه الدراجة. فهل لتغير اتجاه الحركة علاقة بالتسارع؟ الإجابة نعم، عندما يتحرك الجسم في مسار منحني يكون في حالة تسارع. إذن هذه الدراجة تتحرك في مسار منحني، وهذه الكرة تتحرك في مسار منحني، إذن هي في حالة تسارع. إذن تغير الاتجاه بيؤدي إلى تسارع الجسم. إذن ذكرنا أنه عندما يكون الجسم في مسار منحني يكون في حالة تسارع، فكيف يكون اتجاه التسارع عندما يتحرك الجسم في مسار منحني؟ عندما يتحرك الجسم في مسار منحني يكون في حالة تسارع، وهذا التسارع يصنع زاوية مع اتجاه الحركة، فلا يكون في اتجاه الحركة وعكسها. فعلى سبيل المثال، يتحرك القمر حول الأرض بهذا الشكل في مسار منحني. بما أنه يتحرك في مسار منحني، إذن هو في حالة تسارع. التسارع بيشكل زاوية مع اتجاه الحركة. السهم الذي باللون الأخضر يمثل اتجاه التسارع، السهم الذي باللون الأحمر يمثل اتجاه الحركة. نلاحظ أن التسارع يصنع زاوية مع اتجاه الحركة. لاحظ الزاوية ما بين التسارع ما بين اتجاه الحركة. سؤال تقويم:
اذكر ثلاث طرائق لتسريع جسم ما بمعنى جعله يتسارع. من هذه الطرق تزايد السرعة، وأيضا إبطاء السرعة تجعل الجسم في حالة تسارع، وكذلك تغيير الاتجاه. إذا عند تزايد السرعة أو إبطاء السرعة أو تغيير الاتجاه يكون الجسم في حالة تسارع. تقويم ختامي: أقرن المصطلحات والعبارات بكتابة الرقم المناسب. لدينا مجموعة من المصطلحات ومجموعة من العبارات. نبدأ بالعبارة الأولى: التغير في سرعة الجسم المتجهة مقسوما على زمن التغير. ما المصطلح المناسب لهذه العبارة؟ المصطلح رقم ثلاثة: التسارع. إذن التسارع هو التغير في سرعة الجسم المتجهة مقسوما على زمن التغير. العبارة الثانية: سرعة الجسم ثابتة. رقم واحد: التسارع يساوي صفر. إذن عندما تكون سرعة الجسم ثابتة فإن التسارع يساوي صفر. العبارة الثالثة: يتسارع الجسم في اتجاه معاكس لاتجاه حركته. المصطلح المناسب لهذه العبارة: رقم خمسة: تناقص السرعة. إذن عندما تتناقص السرعة فإن الجسم يتسارع في اتجاه معاكس لاتجاه حركته. العبارة الرابعة: يتسارع الجسم في اتجاه الحركة نفسه. المصطلح المناسب لهذه العبارة: رقم اثنين: زيادة السرعة. إذن عندما تزداد السرعة فإن الجسم يتسارع في اتجاه الحركة نفسه. تعلمنا اليوم عن التسارع. حدد سبب التسارع في كل مما يلي. نبدأ بالصورة الأولى: سبب تسارع هذه السيارة زيادة السرعة. إذن يتسارع الجسم عندما تتزايد سرعته. الصورة الثانية: سبب التسارع هنا تناقص السرعة. إذن يتسارع الجسم عندما تتناقص سرعته، فهذه السيارة تناقصت سرعتها وبالتالي هي في حالة تسارع. الصورة الثالثة: سبب التسارع هنا تغير الاتجاه. إذن يتسارع الجسم عندما يتغير اتجاه حركته. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من درسنا. نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.